السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة المميزة مع كلمة جديدة، كلمة برانش. برانش، هيا نتعلم أهم الأمثلة وأهم المرادفات لهذه الكلمة في دقيقتين فقط. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة برانش تأتي بمعنى فرع أو شعبة، غصن أو فرع شجرة أو طريق فرعي، إذا عدة معاني. خلينا الآن نأخذ أمثلة على كلمة برانش حتى نتعلم كيف نستخدمها. إذن المثال الأول: most species find food while climbing on tree trunks or branches. most species معظم الأنواع species أنواع most species معظم الأنواع find food تجد الطعام while أثناء climbing التسلق on على tree trunks جذوع الأشجار or branches. most species find food while climbing on tree trunks or branches. مثال الثاني: if you play with this experimental branch please send some feedback. if you play with this experimental branch please send some feedback. إذا كنت تلعب مع هذا الفرع التجريبي يرجى إرسال بعض الملاحظات. If you play with this experimental branch please send some feedback. ممتاز. أهم مرادفات كلمة branch: section section فرع section، department department قسم، by street تأتي بمعنى أيضا شارع فرعي by street شارع فرعي، offshoot 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 أيضا تأتي بمعنى فرع offshoot فرع. إذا استخدم كلمة branch في جملة، ضعها في جملة الآن واكتبها في التعليق حتى يستفاد منها الآخرون وأنت تتمكن من استخدامها. كلمة branch ضعها في جملة واكتبها في التعليق. انتهينا من هذه الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا أيضا وهي كلمة bird. bird سوف نشرحها بالتفصيل، نأخذ أمثلة عليها بالتفصيل، وانتظرونا يوم السبت القادم إن شاء الله. وكل سبت سوف نجري اختبار في 10 كلمات مميزة. تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس حين نشرها مباشرة. ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لمن هو مهتم في تعلم اللغة الإنجليزية، فهناك الكثير من الأشخاص متابعين وينتظرون هكذا حلقات ليستفادوا ويتطوروا باللغة الإنجليزية. وأيضا اكتبوا أرقام هواتفكم على الواتساب، راسلونا على الخاص حتى إذا كنتم راغبين طبعا في الانضمام لنا في الدروس على الواتساب. اكتبوا أرقامكم على الخاص في الفيسبوك، سوف نضيفكم في هذا الجروب الخاص في تعلم اللغة الإنجليزية إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.